بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بناخد حاجة اسمها المرة دي إلياس. إيه الإلياس دي؟ الأسماء البديلة، أسماء المختصرة. دي تبقى ساعات مهمة جدا لما يكون عندي حاجات كتير أو أسماء طويلة، لأن إحنا طبعا بننادي دايما إن الاسم يكون مهما طال مش مهم، المهم يكون معبر. بس ساعات بقى بنبقى عندنا مشكلة بقى من الأسماء الطويلة، وبالذات لو كان مثلا أوتر كلاس جواه نستد كلاس جواه فانكشن جواه مش عارف إيه، فتبقى الأسماء طويلة ممتدة. ففي حاجة لذيذة جدا اسمها الإلياس، وإن احنا ممكن ندي الحاجات دي اسم مختصر ونبقى ننادي عليه اسم دلع، ونقدر ننادي عليه بعد كده باسم الايه؟ باسم الدلع ده. فأنا عملت أوتر كلاس وعملت نست كلاس، وجوه عملت برنت ستيتس، دي فانكشن عادية جدا بتطبع مثلا أي حاجة، يعني بتطبع مثلا أنا عملت كلاس أوتر بالإن كابيتال والنست بالإن كابيتال، والبرنت بتطلع نست كلاس كولد وخلاص، مش أكتر من كده. دي عادي كلاس جوه كلاس. طيب هاجي جوه فانكشن بتاعت المين، تمام، واجي عامل ايه؟ عايز استخدم الفانكشن دي، الفانكشن دي اللي جوه كلاس، فاهم؟ اعمل ايه؟ او اي ده اوبجكت، لازم عشان اعرف اوصل له اقول له اوتر كلاس، صح، دوت الانر النستد كلاس، واقفل، وبعدين اقول له اي دوت البرنت ستيتس، صح، تمام. الاسم بقى طويل عليا، وممكن يكون في حاجات اطول من كده، ببقى عايز اختصرها شويه، ببقى عايز ان انا اختصر الايه الكتابه دي شويه والاستخدام ده شويه. طب انا عملتها او اي 1 عشان هعمل او اي 2، بس قبل كده هعرف حاجه اسمها الياس، تايب الياس. ايه التايب الياس؟ انا عايز اعمل مختصر للنوع ده، فقوم جاي قايل ايه في التايب الياس دوت، هاجي اقوم مديله اسم المختصر سميته او ان مثلا اون، وقلت ده بيساوي، وقوم حاطط قدامه الاسم اللي انا عايز ايه اختصر، اللي هو اوتر كلاس دوت النستد ايه كلاس، وخلاص. بس هي تايب كلاس او ان او ان بدل اوتر كلاس دوت نستد كلاس. اما اجي اعرف بقى او اي 2 هقول بيساوي او ان، بس خلاص كده الموضوع انتهى. بقى الاسم او ان ده بالنسبه لي هو ده الاسم الايه المختصر بدل كلمه اوتر كلاس دوت نستد كلاس، والكلام ده كله بس، والدنيا بسيطه جدا. اقدر اقول له O2 dot print status هتشتغل معانا زي الفل. بكده عملنا ايه؟ بكده بقى عندنا اسم مختصر، وبرده مازال عندي اقدر اشتغل على الاسم القديم الطويل او اقدر اشتغل على الاسم المختصر، زي ما احنا شايفين الاثنين نادوا على النستد ايه كلاس كولد، عادي جدا. طب لو انا برده اقدر اتكلم على حاجه ثانيه مهمه، عملت تايب الياس سميته اي ام، وهتتابع حاجه كنا عاملينها زمان جوه باكج اسمها انترفيسز، كنا معرفين حاجه اسمها امبلوي. بدل ما نادي عليها كل مره اقول interfaces dot employee interfaces dot employee، لا انا اقدر استخدم كلمه em. لو رجعنا للمثال بتاعها القديم اللي احنا كنا عاملينه زمان، انا مش هنادي على كلاس، انا بس هستخدم الكود اللي كان مكتوب بتاع الاوبجكت، يعني كتعريف اوبجكت يعني، فاخدته كده كابي بيست، بس هغير بقى اعرفه ان هو em، واخلي الاوبجكت اسمه em1 مثلا، واغير بقى في كله خليه em1. الاصل انا عايز اقول لك ايه، هشتغل عادي واعمل اوبجكتس عاديه وكلام من ده، وجوه باكج وباكج تانية واسمه كلاس وجوه نستد كلاس والكلام ده كله، بالنسبه لنا مفيش اي مشكله خالص في ان احنا نعمله تايب الياس سميته اي ام بيساوي انترفيسز دوت امبلوي، واقدر استخدم بقى الاي ام، خلاص الموضوع بالنسبه لي ايه منتهي، اكني استبعد برده الباكج عادي بس استبعدها في المسمى، وهتلاقي الكود بتاعك اشتغل وكل حاجه اشتغلت عادي جدا، ومفيش اي مشكله في التايب الياس.